السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي الآن في المحاضرة الأخيرة، واللي هي بنحاول نرجع مرة أخرى لدراسة السوق أو الأسواق، ونتحدث عن أشكال أو أنماط أو أنواع السوق. بنذكر يا جماعة أساسا إنه مفهوم السوق هو مفهوم يتغير كثيرا من الماضي. السوق كنا بنتعامل عليه إنه مكان جغرافي ولقاء فعلي أو فيزيكال بين البائع والمشتري وما شابه، ولكن الآن مع التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال وما شابه يعني تغير المفهوم تماما، وما عاد السوق الآن هو مكان جغرافي، وإنما هو إطار بيجمع بائع بمشتري بوجود سلعة وأكيد وسيلة اتصال معينة. ممكن وسيلة اتصال، ممكن اثنين يكونوا ما شافوا بعض خالص وما تقابلوا وما بعرفوا بعض، ولكن تم الصبغة بيناتهم ده سوق. يبقى الآن السوق الإطار اللي بيجمع البائع والمشتري والسلعة مع وسيلة اتصال. الأسواق بتختلف من سلعة لأخرى، وبتختلف يعني اختلاف بيبدأ من شكل في أقصى اليمين بيسمى المنافسة التامة أو الكاملة، عندها صفات وشروط معينة، ويصل لأقصى اليسار ويسمى الاحتكار التام. المنافسة التامة والاحتكار التام. وبالتالي يعني السوق وبالتالي الأسواق يعني بتتراوح أو تتفاوت بين صفات المنافسة التامة والاحتكار التام. المنافسة التامة والكاملة هو شرط صعب إنه يوجد في الواقع. الاحتكار ممكن يكون موجود التام، ولكن معظم الأسواق يا جماعة بتاخذ صفات من المنافسة التامة والاحتكار التام. عشان كده نحن بندرس المنافسة التامة أقصى اليمين، الاحتكار التام أقصى اليسار، وبندرس يعني نمطين على الأقل يوضحوا الأشكال والأنماط اللي بتقع بين المنافسة التامة والاحتكار التام. بالتحديد بندرس المنافسة الاحتكارية، هي أقرب للمنافسة التامة، وبندرس احتكار القلة واللي هو أقرب للاحتكار التام. خلينا نبدأ أولا بالمنافسة التامة، البير في الكومبيتيشن. والمنافسة التامة يا جماعة نحن هنهتم الآن بالشروط فقط في هذا الجزء، يعني في المذكرة أو في المادة العلمية بتلقى أشياء أكثر توسعا، والوقت ما حيتيح لنا انه كلها نتناولها، فبنركز بالشيء الاهم الان هو الشروط. ما هي الشروط التي يجب انها تتوفر في سوق معين عشان نقول هو سوق منافسه تامه؟ ويبقى شروط او خصائص زي ما بسموها. اولا الشرط الاول، كثرت عدد البائعين والمشترين. سوق المنافسة التامة يا جماعة لابد انه البائعين يكونوا بعدد كبير جدا، البائعين والمشترين، اكيد البائعين معناه مشتري، فعدد كبير من البائعين. يعني لا يمكن اني اصف سوق معين بانه سوق المنافسة التامة والسوق يكون فيه عدد بسيط من البائعين. وده يا جماعة في الاخير زي ما حنين نعرف انه البائع بكثرتهم دي مع شروط اخرى هم بيسموا برايس تيكر، يعني هم لا حول ولا قوة لهم في تحديد الأسعار. يعني نشوف صانع للسعر، يعني آخذ للسعر وليس صانع، آخذ للسعر وليس صانع، برايس تيكر نوت برايس ميكر. طيب، فيبقى كثرة أعداد البائعين هو الشرط الأول والأهم المفروض يكون متوفر في سوق عشان نقول سوق منافسة تامة. عندها تجانس السلعة، تجانس تام، وده شرط يا جماعة صعب صراحة. عشان كده المنافسة التامة ما هي واقعية، صعب انه يلقى تماما في الواقع. تجانس السلع يا جماعة تجانس تام بيعني انه السلع الموجودة في السوق متشابهة، زيد وعبيد واحمد وعبد الله كلهم بيبيعوا نفس المواصفات تحت السلع. ودي عادة يا جماعة في الواقع هي يعني ما صحيحة او صعب انه نلقاها. ليه؟ لانه اي شركة او مصنع بيحاول انه ينتج سلعة يكون فيها ميزة على بقية شنو السلع. فيبقى نحن بناخد الفرض تجانس السلعة كواحد من الافتراضات لوجود المنافسة التامة، ولكن هو فرض غير واضح. حرية الدخول والخروج من السوق،
واللي هي هنا اذا انت في اي وقت عايز تدخل السوق كبائع هنا بنفسه ما في حد بيمنعك، او انت بائع عايز تطلع ما في، يعني ما في قيود، ما في قيود سواء اداريه او من الدوله او من اي جهه تمنعك. قلنا ما في اي قيود بتمنع انك تكون جزء من السوق كبائع، او اذا انت جزء من السوق ما في شيء بيمنعك انك تخرج من السوق. العلم التام باحوال السوق. هنا يا جماعه يعني ايضا ده كنا بنقول انه هو شرط غير واقعي، كيف انه اي انسان يكون عنده علم تام باحوال الاسعار والجوده والكميات ومعلومات كامله بالسوق؟ دي صعبه. ولكن الان مع زياده التقنيه يا جماعه بنلقى كثير من الاسواق الحديثه بنلقى فيها داتابيز يعني عن كل المتغيرات الموجوده في السوق، وبالتالي هذا الفرض اصبح اكثر واقعيه من ذي قبل. ممكن نضيف ايضا شرط خامس اللي هو وجود بدائل للسلعه، وجود بدائل للسلعه، وجود بدائل السلعة يا جماعة. بالنسبة للمنافسة التامة ما هو مهم شديد، ولكن خلينا نقوله برضو نوضحه. وجود يعني السلعة بالرغم انه عدد كبير من الناس يبيعوها، وانه يعني في حرية دخول، وانه في علم بالاحوال، وانه السلعة متجانسة، ايضا في بدائل ليها. يبقى الشرط الخامس وجود بدائل للسلعة. طيب قبل ما نمشي للنمط الثاني يا جماعة، الشروط الخمسة دي بتعني شنو؟ ماذا تعني هذه الشروط الخمسة؟ الشروط الخمسة دي يا جماعة بتعني انه اي بائع هو اصغر من انه يؤثر على السعر في السوق في المنافسة التامة. بمعنى انه نفترض انه ابراهيم بيبيع سلعة معينة ومعه عدد كبير من الناس بيبيعوا السلعة. ابراهيم حب يزيد السعر، تفتكر حيحصل شنو؟ الناس بيجوا عندهم معلومات عن السوق، عارفين ابراهيم بيبيع بكم وخالد بكم وطه بكم وما شابه، وعارفين ان ابراهيم سعرته السلعه بتاعته هي نفس جوده بقيه السلعه الموجوده، تجانس في تجانس في السلعه، وعارفين في عدد غير وعدد كبير جدا بيبيع. يبقى كل الناس ما حيشتروا من ابراهيم، حيمشي يشتروا من حد تاني. ابراهيم في الاخير حيضطر يرجع للسعر الموجود في السوق. يبقى اي بائع ابراهيم او غيره هو اصغر من انه يؤثر في السعر. طيب حيجي السؤال، كيف السعر في سوق المنافسه التامه بيحدد؟ السعر في سوق المنافسه التامه بيحدد بواسطه قوى السوق اللي هي العرض والطلب. العرض والطلب مع بعض بيحددوا لنا شنو السعر. بالتالي يا جماعة في المنافسة التامة زي ما ذكرنا دائما العرض والطلب والسوق بيتفاعلوا مع بعض ويحددوا السعر التوازني، هو السعر الحقيقي للسلعة، وبالتالي ويحافظوا على هذا السعر. يبقى ده نمط المنافسة التامة. عكسه تماما يا جماعة هو الاحتكار، أو بيطلق عليه الاحتكار التام، مونوبولي الانجليزي مونوبولي. طيب سوق الاحتكار يا جماعه اقصى اليسار زي ما قلنا، عكسه تماما. وسوق الاحتكار في شروط معينه لابد انه تتوفر، لابد انه يكون هنا منتج واحد للسلعه، واحد فقط. لاحظ المنافسه التامه قلنا عدد كبير، اما الاحتكار ففي شخص واحد بينتج شنو السلعه. كذلك الشرط الثاني انه المنتج بيبيع سلعه لا بديل لها، ما في بدائل، لا مثيل لها ولا بديل لها، ما في بدائل للسلعه، ما في خالص. اي سلعه دي اكس ما في بديل لها، وبينتجها شخص واحد، عشان كده بنسموه احتكار تام. طيب الشرط الثالث ما في امكانيه دخول ناس، وهنا نقف شويه يا جماعه. ما في إمكانية لدخول ناس في السوق أو في الصناعة المعينة. شنو اللي بيخلي ما في إمكانية؟ في عدة أسباب. السبب الأول ممكن يكون السوق المعين أو الصناعة المعينة محمية بواسطة الدولة،
مثلا زي في السعودية البترول محمي بواسطة دولة في عقد مع شركة معينة مثلا، أو في أي دولة أخرى، فيبقى هنا ما في إمكانية الدخول. حتى إذا ما كانت محمية، في بعض الصناعات صعب إنها يدخل حد تاني، لأنها بتحتاج لرأس مال ضخم، بتحتاج لرأس مال كبير جدا، وبالتالي ما في حد بيقدر يدخل ينافس. أو في بعض الصناعات بتحتاج لتكنولوجيا معينة ما متوفرة إلا عند شخص أو شخصين أو شركة أو شركتين. فبالتالي يا جماعة في أسباب متعددة ممكن تكون هي السبب في إنه ما في ناس بيقدروا يدخل، ولكن في الأخير الخلاصة إنه شخص هو الوحيد اللي بينتج السلعة، هو ما في أي بديل ليها، ما في إمكانية حد يدخل ينافسه، ده بيسمى المحتكر، وهو برايس ميكر وليس تيكر. برايس ميكر هو صانع للسعر وليس آخذ للسعر، وبالتالي في سوق المنافسة التامة قلنا السعر بيتحدد بواسطة السوق، العرض والطلب، ولكن في سوق الاحتكار السعر بيتحدد بواسطة البايع اللي هو شنو؟ المحتكر. يبقى ده النمط الثاني، المنافسة الاحتكارية والمنافسة التامة يا جماعة، المنافسة التامة والاحتكار التام هما يسموا الأنماط الأساسية أو الأشكال الأساسية، أو يسميان الأشكال الأساسية. منافسة تامة أقصى اليمين عكسها تمام، في أقصى اليسار الاحتكار أو الاحتكار التام. طيب، والاحتكار يا جماعة هو بيختلف، في احتكار بتاع بيع وفي احتكار بتاع شراء، ولكن في الأخير وفي احتكار مزدوج، يعني هو ثلاثة، لكن في الأخير نحن الآن بنتحدث الشروط العامة عن الاحتكار. طيب، قلنا ديل في أقصى اليمين المنافسة التامة، وفي أقصى اليسار الاحتكار أو الاحتكار التام، بينات كثير من الأنماط. هناخد الشكل الثالث، هو نمط المنافسة الاحتكارية مونوبوليستيك كومبيتيشن، هو واقع بين المنافسة التامة والاحتكار التام، ولكن أقرب للمنافسة التامة. والشروط بتاعته إنه في عدد كبير من المنتجين أو البائعين زي المنافسة التامة، أو نسبيا أقل من المنافسة التامة، وفي حرية الدخول للسوق ولحد في معلومات، يعني نفس الشروط في المنافسة التامة موجودة، ما عدا شرط واحد اللي هو الشرط رقم 2، تماثل السلعة مع شيء من التمييز بينها، بمعنى انه بشكل او باخر السلعة غير متجانسة. في المنافسة التامة السلعة متجانسة، هنا السلعة غير متجانسة، وده يا جماعة شرط بيخلي المنافسة الاحتكارية اكثر واقعية من المنافسة التامة، يعني ممكن نلقى سوق يتصف بمنافسة احتكارية. وليه؟ لانه السلعة فيها شيء من التميز، عدم تجانس. يبقى يا جماعة دائما نحن بنقول الفرق الرئيسي والأساسي بين الاحتكار التام والمنافسة الاحتكارية، بين المنافسة التامة وليس الاحتكار التام، بين المنافسة التامة والمنافسة الاحتكارية، إنه في المنافسة الاحتكارية السلعة غير متجانسة، بينما في المنافسة التامة السلعة هي متجانسة. ده الفرق الوحيد بينها. أما إذا حاولنا نشوف نمط ثاني أقرب للاحتكار، الاحتكار التام، اللي هو أوليغوبولي، سوق احتكار القلة. واحتكار القلة يا جماعة هو عدد بسيط، ما شخص واحد، الفرق إنه الاحتكار التام شخص واحد أو منتج واحد، هنا عدد محدود 3-4 بينتجوا سلعة وخدمة متماثلة وبيتعاملوا مع بعض بردود الأفعال. ده يشوف احمد رفع سعره وينقص سعره، وان 3-4 محتكرين السوق. عشان كده يا جماعه دائما احتكار الغلة دراسته صعبه، لانه صعب احدد منحنى الطلب، لانه بيتعاملوا مع بعض بردود افعال، ما بيتعاملوا مع بعض بموضوعيه، بشيء ثابت، علاقات ثابته وكده. يبقى ده يا جماعه 4 انماط او اشكال بتوضح، ونحن اختصرناه، شفنا فقط الشروط تحت الأربعة أشكال أو 4 أنماط للسوق. زي ما قلنا بدينا النمط الأول اللي هو المنافسة التامة والكاملة،
وهو نمط قلنا هو ما واقعي صعب انه يتوفر، وقلنا الشروط المفروض تتوفر فيه عدد كبير من الباعه ينتج سلعه متجانسه، و يعني في معلومات عن السوق كامله، في حريه دخول وخروج من السوق، وبالتالي السعر في سوق المنافسه التامه عاده بيتحدد بواسطه السوق او بواسطه العرض والطلب اللي هي قوه السوق. عكسها تماما شفنا الاحتكار او الاحتكار التام، وهو بيشترط يعني يشترط عشان يكون في احتكار تام انه يكون في يعني منتج واحد في السوق وينتج سلعه لا مثيل ولا بديل لها، ويكون في صعوبه او في بعض الاحيان استحاله الدخول للسوق لاسباب متعدده زي ما قلنا، سواء بحمايه الدوله او سواء باحتياج راس مال ضخم او احتياج لتقنيه معينه غير متوفره وهكذا. وبالتالي يعني ده بكون هو المحتكر هو اللي بيحدد السوق. قلنا بين النمطين الاحتكار التام والمنافسه التامه بنلقى انه في بعض الانماط بتاخذ جزء من صفات المنافسه او الاحتكار. واخذنا مثال النمط القريب للاحتكار للمنافسه التامه اللي هو المنافسه الاحتكاريه. والفرق بين المنافسه الاحتكاريه والمنافسه التامه انه في المنافسه الاحتكاريه السلعه غير متجانسه، يعني المنتج بيضع بعض التمييز في السلعه بتاعته وهي نمط اكثر واقعيه ولكن شبيه بالمنافسه التامه. اما النمط الاقرب للمنافسه او للاحتكار التام هو احتكار الغله. احتكار الغله يعني الشرط الوضع المختلف من الاحتكار التام نتج لانه هنا في عدد محدود من المنتجين وليس منتج واحد، وبالتالي يعني احتكار القلة المنتجين مع بعض بيتعاملوا بردود فعل زي ما قلنا، بنقدر نعرف علاقات بيناتهم بتصير كيف، وبالتالي صعب دراسة الطلب والعرض وما شابه. وكده يا جماعة بنكون احنا خلصنا المقرر بتاعنا 15 محاضرة. قد يلاحظ يعني بعض الناس انه في بعض الابواب انا ما اتطرقت عليها بتفصيل، وبالتحديد في يعني فصل كامل بيتحدث عن منحنى امكانيات الانتاج، انا اتطرقت له ب يعني لانه هو جزئيه لا يصلح انه يكون فصل كامل، اتطرقت له سريعا. وفي فصل بيتكلم عن الانماط او بيتكلم عن المناهج الاقتصاديه الموجوده، وسواء كان سوق او سواء كان يعني الانظمه هي عنوانه بالتحديد، الانظمه الاقتصاديه نظام راس مالي او نظام اشتراكي وكذا. وانا في تقديري انه دي يجب انه تدرس مع الاقتصاد الكلي وليس الجزئي، عشان كده ما اتطرقت عليها. حاولت اعد تنظيم او ترتيب المنهج، نفس الاشياء موجوده، نفس الاشياء اللي عندك في المذكره موجوده الان درستها، وعدت تنظيمها بحيث انه يكون في سلاسه. حاولت اركز على حاجات ما معناها بقيه الاشياء مهمه وما تشتغل بيها، لا اكيد هي مهمه، لكن ضيق الزمن خلاني اركز على اشياء بنشعر انه هي صعبه عليك انك تدرسها لحالك، عشان كده حاولنا نشرحها لك. فبالتالي يعني انا عدت الترتيب، قد يرى اي واحد منكم للوهله الاولى انها مختلفه عن الماده العلميه، ابدا ما مختلفه بنسبه تزيد من 90% يعني عدلناه، والاختلاف كان تسهيل لك، الاختلاف كان تبيين وتسهيل عشان نوضح بعض الاشياء ونرتب بعض الاشياء الترتيب الافضل. واتمنى انه اكون نجحت في انه ابسط لك الماده بالشكل اللي بيتيح لك انك تستفيد منها بصوره افضل، ويعني واذا حصل ده بيبقى توفيق من الله عز وجل، واذا حصل اي تقصير اكيد مني انا ولكم العتبة حتى ترضوا. وزي ما قلت يعني بذكر بالكلام اللي بديت بيه، الاقتصاد الجزئي من المواد يعني سهلة جدا، قد يكون شكلها كده انه هي في البداية خوف، ولكن من المواد السهلة الممكن انت يعني سهلة ليه؟ لانه ممكن تقيسها في نفسك وفي حولك، ما اشياء يعني واقع معاش ممكن تستنبط منه كثير جدا من الاشياء ومن كده. في نفس الوقت فهمك ليه بيتيح لك انك تتعامل في البيزنس بتاعك وفي الشغل بتاعك وفي حياتك بشكل افضل وبشكل علمي وبشكل موضوعي اكثر، وده الشيء المطلوب.
اكثر من انه نحن نجيب اي او بي او ناخذ شهاده وانتهى الموضوع. المطلوب انه نحن نقدر ندخل هذه العلوم في حياتنا عشان نستفيد منها. جزاكم الله خير، نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.